انت لو مخنوق من الحاجه مش هتدخل في دماغك. يعني انا كان عندي ماده خنيقه جدا اسمها الليتراتوره اللي هي ماده الادب. الماده دي كانت تقيله جدا، عباره عن تاريخ وادب ايطالي. عارفين انتوا الادب بتاع العربي اللي كان في الثانويه العامه شفتوا خانقني ازاي؟ انا باخد نفس الموضوع ده بس بالايطالي، متخيلين كميه بلغه ثانيه. فكنت بحاول ان انا ما احطش اقول انا بكرهها، انا فاشله فيها، انا ما بحبش الحفظ. زي ما كنت في ثانويه عامه اقعد اندب على الفيزياء برضو نفس الموضوع، لا كنت اقعد اقول مثلا احاول ان انا ادلع الماده شويه، والله ده انا لو ذاكرت الماده دي النهارده وفهمتها هجيب لنفسي شوكليت، انا هكافئ نفسي. على فكره انا بتعامل معاكي ك انا واقعد بقى اكلم في الماده والغي فيها كده، اللي هو على فكره يا فيزياء، على فكره يا ليتراتورة، على فكره يا ساينس، على فكره يا كيمستري، انا بتعامل معاكي كعلم من علوم ربنا، مش بتعامل معاكي على اساس ان انا انتي مفروض عليا. لو حاولت ان انا اريح نفسي من العقده اللي جوايا او الخوف من الفشل تجاه الماده الصعبه اللي انا مش عارفه استوعبها، والله الاسترس هيتفك من عليا واحده مره ورا الثانيه، وهلاقي نفسي بالتدريج ببتدي ان انا استوعب بكل هدوء. لان الاسترس ده اصلا هو اكبر عامل بيقرف الطالب في حياته ويكرهه في دنيته، اللي هو الشيطان اللي جواك يقعد يقولك انت فاشل مهما عملت. استبعده خالص، حاول تحب اللي انت هتعمله، علشان خاطر لو انت ما حبتوش مش هتعرف تعمله والله. زي ما بقولك كده، وعلى فكرة الليتراتورة اللي انا كنت بقولك ان انا مخنوقة منها ومش طايقاها دي كنت بجيب فيها دايما امتياز، وجا عليا سنة في الجامعة قفلتها، جبت 100%، وكنت الوحيدة الدفعة كلها اللي قفلت المادة دي، جبت 100 من 100، قفلت فيها أعمال سنة وميد ترم وكمان آخر السنة، متخيلين؟ مع إني كنت بكرهها بس حاولت أتعامل معها بذكاء. هقولك لما تيجي في وقت المذاكرة يبقى وقت الجد بالنسبة لك جد، مش تقعد تذاكر وجنبك الفيسبوك مفتوح، صاحبك بعت لك رساله على الواتساب، والله في تويته هموت واشوفها مش عارف ايه. لا، وقت الجد يبقى بالنسبه لك جد. انت عندك وقت اكتر مني لو انت مش شغال جنب دراستك. انا كنت بشتغل جنب دراستي وبقعد 9 ساعات بره في شركه وساعتين مواصلات رايح جاي وبروح اذاكر. زي ما بقول لك بروح اذاكر، عشان بقول النص ساعه دي هذاكر فيها صفحه بخلص فيها الصفحه. لو ما خلصتش فيها الصفحه مش ببكت في نفسي، لا بقول ان شاء الله هحاول انا ابقى اسرع المره الجايه وهكذا. لازم ان انا احترم وقت الجد، ودي اللعب وقته والجد وقته. اتعلم تقول لا لا لاي حد عايز يكلمني في الوقت اللي انا عندي فيه مذاكره او عندي حاجه مهمه. تقدر ان انت تكلمني بعد ما اخلص في البريك بتاعي، فهمني؟ حاول تنظم وقت مذاكرتك اكتر من كده. ولو عايزين اعمل لكم فيديو كامل كنت بذاكر ازاي واوريكم قطعه قدامي هعمل نفسي بذاكرها، قطعه مثلا من اي كتاب انا كنت بذاكره في جامعتي واعمل نفسي بذاكرها واوريكم انا بفصص الكلام ازاي او برتبه ازاي بغض النظر عن اختلاف المواد، بس ممكن الاسلوب يساعدك، ما عنديش اي مشكله اكتبولي في الكومنتات. اخر حاجه هنصحك ان انت تعملها افصل، حاول ان انت تفصل، يعني ما تاخدليش 3 ساعات مذاكره مره واحده وساعتين بريك، لا قول ساعه مذاكره ربع ساعه بريك، ساعه مذاكره ربع ساعه بريك. لان انا كبني ادم استيعابي اصلا بيفصل. انا عامله كورس على يوديمي، الكورس ده انا عاملاه المحاضره الواحده فيه بتتراوح من 7 دقائق لربع ساعه. انا مش عايزه تركيز الطالب يفلت مني، انا عارفه ان انا اصلا بعد ربع ساعه دماغي بتشت، تمام كده؟ علشان انا بني ادم مش مكنه، انا مش روبوت، فلازم افصل، لازم انظم وقت مذاكرتي واذاكر شويه وافصل شويه. في ناس بتذاكر بطريقه اسمها بومودورو، بومودورو دي يعني طماطم بالايطالي، بس انا اسمع ان هي تقريبا اسمها طريقه البومودورو، اللي هي تقريبا 25 دقيقه مذاكره وخمس دقائق او 10 دقائق راحه. المهم لازم يبقى في راحه في النص، افصل فيها، اشرب ميه، اعمل اي حاجه بعيده عن المذاكره، ارسم حاجه لو انت بتحب ترسم، اعمل اي حاجه، افتح الفيسبوك ال 10 دقائق دول مش طول الساعه والساعتين والكلام ده، تمام كده؟ بس دي كان اكتر حاجات انا كنت بحرص عليها وخلتني فعلا اقفل في مواد واجيب تقديرات عاليه جنب شغلي، وحبيت ان انا اشارككم خبرتي لعلي اقدر اساعد حد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس لو انتوا اول مره تشوفوني. بنصحكم ان انتوا تشوفوا القناه، ودي قناه محمد الشامي بتقدم كورسز ليها علاقه بالفوتوشوب والانيميشن والمونتاج، انا بتعلم منها بشكل شخصي، وانصحكم ان انتوا تشوفوها. تشاو، يلا بروسيما، تشاو.